أعلنت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية أكتوبر لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، إضافة إلى توفير كافة أنواع السلع في إطار المبادرة بنسب تخفيض كبيرة. كما قامت الوزارة بتوزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب بالمناطق الأشد احتياجا في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية. تستمر فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر أكتوبر، والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمناسبة العام الدراسي الجديد. ومع مد فترة المبادرة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء متطلبات أبنائهم. تشهد المبادرة مشاركة واسعة من السلاسل التجارية وكبرى المكتبات وانتشارا كبيرا على مستوى الجمهورية لتحقيق الاستفادة من التخفيضات من خلال 814 منفذا وستة معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا. الأدوات المدرسية عموما كلها أو الأدوات المكتبية كلها كويسة جدا وأسعارها كويسة جدا في التناول. إيه؟ جيت أشتري حاجات المدرسة ولقيت كل حاجة موجودة. جيت أشتري حاجة المدارس أنا ومامتي واشترينا الكراريس والكتب وكل حاجة كانت هنا. كما تستمر المبادرة في توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. كل الحاجات هنا متوفرة وأسعار مخفضة جدا. صراحة الولاد اتبسطت من الحاجة هنا والحاجة فعلا جميلة، يعني ما فيش حاجة فيها مش حلوة، كل حاجة حلوة، يعني ما فيش حاجة أقدر عليها مش أقول عليها مش حلوة. الأسعار حلوة وكل حاجة بكمية موجودة بكمياتها. وتواصل منظومة أمان وتخفيفا عن كاهل المواطنين توفير السلع من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها. مبادرة كلنا واحد لم يقتصر دورها على تقديم تخفيضات على المستلزمات المدرسية، بل اتسعت مظلتها إلى قيام وزارة الداخلية ومن خلال منظومة أمان وبالاشتراك مع مديريات الأمن لإهداء حقائب ومستلزمات مدرسية للطلاب بالمناطق الأشد احتياجاً على مستوى الجمهورية بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وهو ما أدى إلى إشادة واسعة من المواطنين قاطني تلك المناطق بدور وزارة الداخلية واهتمامها بهم. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر. امتد توزيع الحقائب المدرسية إلى أماكن إقامة الطلاب من خلال مأموريات وجهتها مديريات الأمن إلى المنازل بالمناطق الأشد احتياجا. كما نظمت وزارة الداخلية زيارة للمرضى بالمستشفيات المختلفة وتم إهداؤهم حقائب مدرسية في إطار مبادرة كلنا واحد. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد ونبقى جنبك للنهاية. وفي تقليد سنوي تحرص عليه وزارة الداخلية، قامت الوزارة بتوزيع المستلزمات المدرسية على الطلاب من قاطني دور رعاية الأيتام. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. المبادرة جميلة جدا، الناس حاسة بمفعولها وباللي بيتعمل، كل حاجة بتتعمل على أرض الواقع حاجة محترمة جدا جدا. دي مبادرة جميلة والأولاد مبسوطين قوي باليوم الجميل ده، وشكرا جدا لسيادة الرئيس. هكذا أصبحت مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين علامة إنسانية واجتماعية متميزة تحمل معها كل معاني الإنسانية والتكافل المجتمعي. كلنا واحد مبادرة إنسانية واجتماعية تسعى من خلالها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في كل مكان على أرض الوطن، سواء بتوفير السلع بكافة أنواعها بتخفيضات أو من خلال توزيع المساعدات العينية والإنسانية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.